لا لا يا جماعة، قد ما الحركة مقرفة بس بحاول أسويها، أوكي يا جماعة؟ يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. معكم أخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا مقطع جديد مختلف، واليوم بسوي شيء غريب نوعا ما. اليوم مر ليش طق في راسي لا إلا أبى أدخل وأتعلم سحر، أو بالأحرى خدع بصرية وخفت يد يعني. قلت وين أروح غير تيك توك؟ إيه نعم تيك توك يا جماعة، في فيديوهات الضحك، في فيديوهات كرنج، في فيديوهات طبخ، في فيديوهات كل شيء. المهم فاليوم أبى أتعلم خدع بصرية وأتعلمها وياكم، وفي نفس الوقت أبي أجربها على الشباب، أبى أشوف هل فعلا إذا سويتها في الصج وضبطها هل تمشي عليهم. بس قبل لا نبتدي، قبل لا نسوي اي شيء، ساعدوني يعني نوصل حق هدفنا حق نهايه السنه 3 مليون مشترك. يمكن باقي وايد، بس انا اقول لكم اكثر من نص اللي يتابعون مقاطعي مو مشتركين، فاذا انت منهم اشترك وساعدنا، ويعني مره واحده زر اللايك اذا عجبتك الحلقه. نبتدي باول خدعه بصريه، وتحتاج منك قلم بكل سهوله، قلم بس، ما تحتاج اي شيء ثاني. How to make a pencil disappear. وناس ما تشوفون بس يهف يختفي القلم مرة واحدة. الحين يشرح لنا شلون، فيقول لك تمسك القلم هاللون بهالطريقة، اوكي؟ Because then the pencil's gonna swing back and lay across your arm. اوكي اوكي اوكي، لحظة 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 لحظة، انا بشوفه كامل بعدين بحاول افهم الطريقة. اوكي فالناس ما شفته، ذا كارد جاي شرح لنا الطريقة، يقول لك تاخذ القلم، تاخذ صبعينك ذلين وتاخذ الابهام عليهم بهالطريقه في اليد اللي انت تستعملها للكتاب وغيره، لان غالبا بتكون اسرع غالبا. بعدها تخليه بهالطريقه وتطلع صوت او تهف وتحرك، او ما تطلع اي صوت، فمثلا اسوي اوكي اوكي. السرعه الزائده ما تحتاجونها، تحتاجون البطء هاللون، فخلينا نجرب. لا يبين، قاعد طالع الكاميرا هناك لانه اوه. فمثلا سوي كذي، القلم موجود هني، القلم موجود هني، القلم موجود هني، مو موجود، اختفى القلم. ما ادري اذا ضبطها ولا، وليش طبعي صارت انه مسدس اللون. اتوقع يبي لي اشوف الفيديو مره ثانيه واحاول اتعلم اسويها الصح. المهم هاي مجرد قلم، خليني اراويكم المكسر الجديد عندي. ها شوفوا شوفوا، اضغط زر شو يصير. السلام عليكم شباب، معكم على جيمز كلام قناه ديفل ستيشن. السلام عليكم. يعني قاعد احاول اضبطه لحد الحين حق المقاطع والبثوث القادمه، وهي مجرد قلم. اوبا القلم اختفى، وين راح القلم؟ ما ادري اذا صح او لا، ما ادري اذا انا بطيء لحد الحين او لا. اتوقع انتم ممكن تكتبوا لي في الكومنتات شنو ممكن قاعد اسوي صح وشنو ممكن قاعد اسوي غلط، او اذا الطريقه من الاساس ما تنفع نوعا ما. خلينا نجربها ويا الشباب ونشوف هل تنفع وتشتغل عليهم ولا لا. بس الفكره يقول لك انه لا تخلي القلم لفتره طويله ورا، لان الناس مباشره بيقول لك اشوف ورا يدك، اشوف اشوف، وبيشوفونه يعني غالبا. هاي القلم سحري، اوكي، لما هف عليه يختفي. حلو، جاهز؟ حلو، بطيء لا بس قليل. اتمنى اني ما كسرت شيء، بس احس ترى حلو في الخداع انه بس تصير متمكن منهم بسرعه يصيرون تمام. هو انا متمكن بس عن العين والحسد يعني، عشان ما يعبونهم ساحر والعياذ بالله. دام عندنا القلم، خلينا نروح حق الخدعه اللي بعدها، واللي تقول لك شلون تخلي الغطاء مال القلم يختفي. الخدعه بسيطه وبرويكم الفيديو، بس اول شيء باخذ القلم بسوي كذي، ما في غطا، وين راح؟ الساحر ما يكشف عن حياله. تشب تشب عاد تشب حمود تشب، خل ارويكم الحين الطريقه. انا خليت القلم كله يختفي يا جماعه. تعال تعال، لحظه لحظه لحظه، خد انا وايد سريع في الخدعه، معلش معلش معلش، دائما استن في الخدع. رجعنا. This is really easy. All you have to do is start off with the cap off, cover it with your hand. You're going to use your nail to slide against this little edge right here. Slide your nail across and it's going to look like you're taking it off. وبس كل سهولة. نفس ما تشوفون يا جماعة، الفكرة كلها في الصوت. اي نعم في الصوت، هو بس يسوي صوت ان القلم اختفى من خلال هاي الشيء الموجود هني. لما تضغط عليه بظفرك شو يصير؟ فيصير كأنك قاعد تشيل الغطاء عن القلم، وهو من الاساس ما كان فيه غطاء. فنسويها مرة ثانية. واو صح، صراحه عجبتني الحركه، سهله وما تحتاج اي تفكير. بس الموضوع ما في انه يعني ما تقدر تسويها في فيديو متكامل، لانك شنو تضطر تسوي؟ تضطر تودي المقطع على صوب، بعدين ترجع تسوي هلو، بعدين تسوي. حلوه الحركه، حلوه، لا عجبتني عجبتني. شوف القلم، واو ايش رايك؟ هاي عاد حلوه صح؟ لا تبي تسوي شيء ولا ما في؟ بس
او هذه حلوه صراحه. سهل ولا ما كان فيهم من الاساس اصلا. ما كان في بس تسوي هلا صوت دي بس نايس حبيت. هذه 10 من 10. نروح حق الخدعه الثالثه والاخيره من خدع الاقلام، خدعه اختفاء القلم في الانف. ايه قلم يختفي في الأنف. بس قبل أي شيء أتمنى إذا في أي طفل قاعد يتابع المقطع لا تحاول تجرب هالخدعة إلا إذا أهلك راضين. أنا مو مسؤول عن أي شيء ممكن يصيدك، بس للتحذير يعني، لأن الخدعة قد تكون مقرفة ومؤلمة إذا سويتها غلط. لا لا يا جماعة، قد ما الحركة مقرفة بس بحاول أسويها. أوكي يا جماعة، يلا 1 2 3 رجعت من حلجي خلاص. اوكي صدقتوا؟ ما ادري اذا ضبطها او لا، بس خلنا ارويكم الخدعه. الخدعه من واين ماجيك بكل سهوله وبساطه. نفس ما تشوفون ياخذ القلم. تحسها مؤلمه خصوصا انه يسويها مره ورا بعض كذي، انا لازم اسويها بسرعه. بس الخدعه بكل بساطه نفس ما تشوفون، تاخذون القلم وما تدخلونه في خشمكم، ما تحتاجون اي قوه دفع او شيء، لا 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 لا، ما تحتاج شيء، حتى ما تحتاج تخليه في خشمك، في طرف خشمك كفايه، اوكي؟ تسوي كذي وتدفع تدفع 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 تدفع، وبعدها تمسكه، تكون انت ماسكه من على صوب بس يبين كانه دخلته في خشمك، بس لما تسويها من قدام الشخص من امامه هاللون، تبين كانه فعلا دخلت القلم في خشمك، فتكون هاللون بهالطريقه. اوو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 
تلمس المكان اللي ما دخل في خشمك وتسوي مرة. إذا عجبتكم الخدعة ولا ما كانت مقرفة بزيادة؟ هاي الخدعة يسمونها خدعة فحص الكورونا. فحص الكورونا شو يسوون؟ يدخلون خشمك. في خشمك لا؟ شوفها. لا. وأنت تنزل بعدين قلا. أوه حمود تسوي روحك منصدم ها؟ مو راح؟ صدقت ها؟ مو راح؟ هذه خدعة سحرية قهوة قصيت عليك خدعة. حق الخدعة اللي بعدها بنحتاج هذلين، توني رايح شاريهم الحين. لحظة لا لا اسويها لا اسويها ها، هالحركة مال السحرة مشكلة هاي يابسين. نجرب حمان لما يطلع فيها ويسوي روح الفنان الساحر، بس لان نتعلم خدعة خدعتين. انا عارف انه بيصير هالشي ترى، انا عارف انه بيطيحون في كل مكان وما بتضبط، بس الا اسويها. يلا تعال رتب الحين. الخدعة الرابعة جدا سهلة وبسيطة من نفس الشخص اللي علمنا الخدعة الثانية مالت المقطة هذه اللي عجبتني، فاتوقع بتعجبني ذي بعد. يقول لك تاخذ اي بطاقة مثلا، فانا خذيت هذه غلام الكلفس، اوكي؟ اقدر اغيرها بمجرد تحريكها بسرعة، مو مصدقين لا؟ خلي رايكم. بس كل سهولة بكل سهولة تغيرت الى 10 ديمن. فكرتها جدا سهلة وبسيطة، وبخلي الفيديو نفس ما تشوفون قدامكم يشرح لكم. بس طبعا هو يضبطها صح اتوقع. المهم تاخذ بطاقتين وتخليهم ورا بعض بكل سهولة، بعدها وانت تحرك بالش يسمونه الصبع ذي السبابة اتوقع فرها. بس فتاخذ اي بطاقة كذي وتحرك، وانت تحرك تقلبها. اراويكم سلو موشن عشان اللي ما فهم مثلا كذي، وانت تتحرك ووب يصير كذي. لما تسويها بسرعه ونعطي ساوند افكت مثلا يصير كذي. عجبتني والله سهله وبسيطه. اتوقع مع التدريب تصير عندك سرعه وخفه يد اكثر، فتقدر تضبطها اكثر بعد. شوف هاي الرقم، هاي كم؟ خمسه. خمسه اي لون؟ احمر. احمر لا؟ زين شوف. هو المفروض كان يبين اني ازعم حركه سحره وهاللون، بس الحين تعال رتب حمان تعال رتب. الخدعه اللي بعدها من شخص اسمه ذا كارد جاي، وخدع البطاقات اتوقع ما تنتهي. هالخدعه بسيطه وسهله، تخلي بطاقه تختفي. حق هالحركه بتحتاج كميه بطاقات وطاوله، فلهالسبب بنخلي الكاميرا الثانيه. فبكل بساطه نفس ما تشوفون عندي هذه البطاقه، خليها كذي واختفت مو موجوده. شلون؟ لان الله يسلمكم انا ما نزلتها، انا مجرد سويت كذي بس انا ما نزلتها. المفروض ان حركتك تكون كذي كانك بتنزل بطاقه بس ما تنزل اي بطاقه. فشرح الخدعه ذي هو حرفيا خفه يد، وما اعرف اذا انا عندي خفه يد او لا، بعد بشوف في الفيديو. احس ما بقدر اضبطها ذي لان صدق تحتاج خفه يد. لازم تحاول كانك تنزل البطاقه وتغطي بيدك عليها كانك فعلا سحبتها بدون ما حد يلاحظ انك ما سحبتها، بعدين تعطي شويه حركات كذي تختفي البطاقة. خلنا نجرب احاول اسويها بسرعة وانت قولوا لي اذا ضبطت او لا.
يا رب اضبطت يا رب اضبطت، احسها صعبه. واو. ونرجع حق صاحبنا شون، يا اخي رهيب هالانسان، في فيديو واحد يشرح لك كل الخدع. فحين نحتاج كره تنس طاوله او مجرد كره بهالحجم نوعا ما. الخدعه هذه تخليك تخفي كره التنس هذه. شلون؟ تاخذ الكره تخليها في يدك وتصك وتسوي اختفت اختفت حرفيا. فاتوقع اخلي شون يشرح لك بالطريقه نفس ما تشوفون. تاخذ الكره تخليها في يدك اختفت. المفروض هو سواها بسرعة، أنا المفروض أكون بهالسرعة. يقول لك الطريقة أنك ببهامك تمسك الكرة، فبالتالي ما تكون نزلت فعليا في يدك، بس تصك يدك في نفس الوقت وتبين أنها اختفت. تأخذ الكرة خليها في يدنا، وفي نفس الوقت نسحب بدون ما تبين أنها هي في يدنا المفروض، ونعطيها هفة كذي. دائما يهفون مرة ليش. هاي خدعة ثانية أنا دائما هزك في تنس طاولة. لا شوف هذه الخدعة. ها؟ شلون؟ اذا انت قدرت ترجعها؟ لا. ونروح حق الخدعة السادسة والأخيرة في حلقة اليوم. بتتطلب منك عدة أشياء، أولهم ثلاث شوك، أشواك، شوكة، في نفس الوقت ثلاث بطاريات مختلفة من نفس الحجم، ضروري يكون من نفس الحجم، وآخر شيء بتحتاجه هو عملة نقدية، أتوقع لازم تكون إما نحاس أو حديد، إذا كانت شيء ثاني يمكن ما تضبط، فيقول لك تاخذ الشوكات وتخليهم كأنهم مثلث بهالطريقة، في شكل مثلث متصل في بعض، لازم كلهم يكونون متصلين ببعض، يكونون شكل مثلث، لا، لا. بس شكل مثلث. بعدها تاخذ العملة النقدية وتخليها في النص بالضبط، اذا ما خليتها في النص ما بتضبط، لازم في النص بالضبط. واخر خطوة انك تاخذ البطاريات من الجهة هذه، الجهة الموجبة نفس ما تشوفون، لازم تكون من هالجهة وتخليها بعد في النص بالضبط من الشوكة، يعني كل شوكة بالضبط في النص تخلي الجهة الموجبة بالضبط، اوكي؟ اذا ما كان في النص ما بتضبط، لازم تركز في هالتفاصيل. ولما تشبك البطاريات كلها في نفس الوقت شوفوا شنو يصير في العملة النقدية. اوكي اوكي انا نفسكم اول ما شفت الخدعة انصدمت، بس بعد ما حللتها استوعبت ان انا يمكن اهبل لان صدقت، وسامحوني يعني انتم مهم لنا العيلة وراسي يعني كله صدقوا، بس ترى هي مو خدعة، هي مجرد فيديو مقلوب، يعني من الاخر مو صدق. فبالتالي انت كل اللي عليك تسويه ان تخلي القطعة النقدية تتحرك، وبعدها لما تثبت تسحب البطاريات على برا. الحين بشغل لكم الفيديو وهو مو معكوس، بتشوفون اللي سويته وبتحسون روحكم انه شلون صدقنا هالشيء. المهم يا جماعة نص ما مشت علي تمشي عليكم يعني، بس أتمنى أتمنى إذا عجبتكم الحلقة وتبون جزء ثاني زر اللايك والاشتراك عشان أعرف هالشيء. في نفس الوقت إذا تبون تشوفون مقاطع متنوعة أكثر تقدرون تضغطون هني، وإذا تبون تشوفون الحلقة اللي فاتت تقدرون تضغطون هني، ونشوفكم في حلقة ثانية.